صباح الخير. فكرة جديدة من أوروسكوب اليوم بقدم لكم إياها عبر شاشة الام تي في، على أمل أن تكون حملت لكم معها كل الأخبار الحلوة. والبداية مع برج الحمل، بتكون مميز اليوم وبتترك أثر إيجابي مطرح ما رح بتكون. خليك واضح مع زملائك بالعمل وما تخلي حدا يستغل طيبة قلبك لمصالحه الشخصية. عاطفياً، إذا كنت عم تعيش قصة حب، حاول ما تعطي كل يلي عندك قبل ما تتأكد من مشاعر الشريك. الثور، يوم مهم في لقاءات واجتماعات عملية، استغل الفرص يلي عم تتقدم لك وحاول ركز على كل التفاصيل يلي ممكن تصب لصالحك بالمستقبل. عاطفياً، كوني بعيد عن القرارات الحاسمة بعلاقتك هالفترة وما تتسرع لو شو ما كانت الأسباب. الجوزاء، اليوم ما إلك جلادة تشتغل وبتحس حالك تعبان، فبنصحك تاخد فرصة من الشغل وتموه فيها عن حالك. تقرب أكتر من العائلة فهني بحاجة لدعمك ولا خبرتك بكتير مجالات. أما رقم حظك لليوم 12. السرطان، أنت عصب اليوم وخصوصي أنك من النوع يلي ما بيتقبل انتقادات من حدا. حاول ما تفش خلقك بالشريك لأنه يمكن هيدا الشي ينقلب ضدك هالفترة ويكون هو بالمقابل عم يقطع بمرحلة دقيقة وما يتحمل كلامك وتصرفاتك الجارحة. نوصل للأسد، يوم حلو ومناسب للترفيه. انتبه من التسرع بقراراتك وما تتكل على حدا ينهي لك مشاريعك. عاطفياً، بتحضر موعد رومانسي مع الحبيب تتصارحه بحقيقة مشاعرك تجاهه. أما إذا كنت أعزب فيمكن تتلقى قريباً بالشخص المناسب. العذراء، ما فيك تتعامل مع كل الناس بنفس الطريقة، فبسبب طيبة قلبك عم توقع بمشاكل كتيرة. حاول ما تعطي كل خبرتك ومعلوماتك بمجال شغلك وما توثق بكل المحيطين فيك لأن يمكن يكونوا عم يستغلوك لمنافع شخصية. منكفي مع الميزان، بتحس حالك بهيدي الفترة مليان طاقة وحيوية بعد ما كنت قاطع بمشاكل كتيرة. الخبرة يلي اكتسبتها من شغلك القديم والمعارف يلي كونتها راح بتخليك مقصد لكثير من الأشخاص يلي بدهم يستفيدوا من خبرتك لتطوير مجال عملهم. المهم تعرف تنقي العرض المناسب. أما توقعات برج العقرب لليوم، العقرب اليوم مبسوط بلا سبب وعم بيوزع طاقة على كل الناس يلي حواليه. هالسعادة يلي حاسس فيها إلها تأثير إيجابي على شغله وعلى حياته الاجتماعية والعائلية بطريقة مباشرة وعم بتخلي الكل يتقرب منه. القوس، هالفترة حتكون محط أنظار لكل يلي حواليك، حتى إنك رح تاخد اهتمام كل الموجودين بالمناسبات يلي يمكن تشارك فيها. استفيد من هالفترة ووسع دائرة معارفك فيمكن تستفيد منهم بيوم من الأيام. الجدي، شغل كتير وتعب هيدي حالة نهارك اليوم يا صديق الجدي. ما تخلي الأمور تتراكم عليك، فردة فعلك رح تكون شوي قاسية إذا تخنقت مع حدا بعملك. استفيد من معارفك واطلب المساعدة إذا حسيت إنك بحاجة لإلها. صديق الدلو، الأمور عم تصير لمصلحتك هيدي الفترة وبيدعمك الفلك بكل مشاريعك يلي عم تعملها بما أنه حركة الكواكب عم بتصب لمصلحتك. أما العلاقة مع الشريك فهي عم تتحسن بعد سوء التفاهم الكبير يلي صار معكم من فترة. نهاية أبراجنا لليوم مع برج الحوت، رح تستفيد من الكواكب الموجودة ببرجك ويلي عم تأمن لك الحظ. حاول ترفع عن حالك يا مولود الحوت، خصوصا أنه اليوم رح يعطيك فرصة لتنظيم المشاريع مع الأصحاب. عاطفيا، ما تضيع وقتك وفكر بالارتباط الجدي إذا حاسس حالك مرتاح مع الشريك. أما بالنسبة لمولود اليوم فهو بيتمتع بشخصية هادية رصينة غيورة لدرجة كبيرة، كما أنه شخصيته العصبية بتبين أول ما يتعرض للانتقاد وخاصة إذا كان من النوع المأذي. بتختلف طريقة حلهم وتفهمهم للمشاكل حسب نوعيتها وقربوا منها، فمثلا هو بيكره الخيانة في حال صارت معه لكن بيحاول يتفهم الآخرين في حال صارت معه. جانا فارس، صديقة البرنامج، تواصلت معنا بالفترة الماضية ورجعت تواصلت معنا عن جديد، وحب تعرف هالمرة علاقة رجل برج الأسد بامرأة برج الحوت. بالإجمال، الرجل الأسد قوي ومفعم بالرجولية وما بيتأخر ليبهر المرأة الحوت الخجولة والمحافظة، فهو بيقدرها وبيحترمها، ولكن بعد مرور أول فترة من العلاقة رح تظهر المشاكل لأنه رجل الأسد والمرأة الحوت ما فيهم يتعايشوا مع بعض بسهولة. فهي محبة وحساسة وعاطفية، بتحلم برجال ناعم وحنون بينما هو بفكر بحاله على الرغم من كرمه.
أصدقائي، أنتوا كمان إذا عندكم أي أسئلة بتخص عالم الفلك أو برجكم فيكم تتواصلوا معي عبر الإيميل horoscopeilian@hotmail.com، وأنا بسببكم على كل الأسئلة يلي عندكم إياها بالفقرات المقبلة. ومن هلا لوقتها بدي ودعكم، إلى اللقاء.